السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ثورة أنثى. وشخصية هذه الحلقة حياة سليمان سندي من المملكة العربية السعودية. حياة سليمان سندي ولدت في مكة المكرمة في 6 نوفمبر عام 1967. هي عالمة وباحثة سعودية وعضو في مجلس الشورى السعودي وصاحبة مشروع التشخيص للجميع، وأول امرأة عربية تحصل على الدكتوراه في التنمية الحيوية من جامعة كامبريدج. استطاعت أن تتوصل إلى العديد من الاختراعات العلمية المهمة التي جعلتها تتبوأ مكانة علمية عالمية رفيعة، وكان من أهمها اختراع مجس للموجات الصوتية والمغناطيسية يمكنه تحديد الدواء المطلوب لجسم الإنسان، كما يساعد رواد الفضاء على مراقبة معدلات السكر ومستوى ضغط الدم في أجسامهم. وله تطبيقات متعددة من نواحي مختلفة للصناعات الدوائية وفحوصات الجينات والحمض النووي الخاصة بالأمراض الوراثية، وكذلك المشاريع البحثية لحماية البيئة وقياس الغازات السامة. وهي باحثة زائرة في جامعة هارفارد، كما أنها من أوائل عضوات مجلس الشورى السعودي. ولدت حياة سندي في مكة، وكانت منذ طفولتها شغوفة بالقراءة والاطلاع على سير العلماء والمؤثرين من الخوارزمي والرازي إلى ابن الهيثم وجابر بن حيان وغيرهم. تلقت تعليمها الابتدائي والمتوسط والثانوي وبدايتها الجامعي في مكة المكرمة في السعودية، وكان تحصيلها العلمي في مراحل دراستها متميزا، ففي نهاية دراسة مرحلة الثانوية حصلت على معدل 98، والذي أهلها إلى الدخول في مجال الطب. بدأت خلال فترة دراستها الجامعية بقراءة كتب متخصصة في علم الأدوية، وبدأت في التخصص والتوسع بمعرفته، وقد سافرت للدراسة في لندن، وصنفت على أنها أول امرأة عربية تحصل على شهادة دكتوراه في مجال التقنية الحيوية في جامعة كامبريدج، وقد أنشأت مشروع التشخيص للجميع، وطور في جامعة هارفارد ليصبح جهازاً مصنوعاً من الورق لا يتجاوز حجمه حجم بصمة اليد. وقد اشتهرت من بعدها في مجالات الاختراعات الصحية وزيادة الوعي العلمي، ولا سيما عند الإناث في العالم العربي، وأنشأت معهد التخيل والبراعة غير الربحي الساعي لخلق أجواء من الإبداع للعلماء والفنيين والتقنيين والمهندسين وغيرهم، وعرفت بمساهماتها الرئيسة في اختراعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية، وأتاح لها عملها المخبري في جامعة هارفارد المشاركة مع 4 علماء آخرين في فيلم وثائقي بدعم من المكتب التنفيذي للرئيس الأمريكي لتعزيز تعليم العلوم بين الشباب. وإلى جانب نشاطاتها العلمية، تشارك الدكتورة سندي في العديد من الفعاليات التي تهدف إلى رفع الوعي بالعلوم بين الإناث، ولا سيما في المملكة السعودية والعالم الإسلامي بشكل عام. كما أنها تهتم بقضية هجرة الأدمغة، وقد دعيت للمشاركة كمتحدثة في منتدى جدة الاقتصادي لعام 2005. وفي يناير العام 2013 أصبحت جزءاً من أول مجموعة نسائية تعمل في مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية. أما أبرز إنجازاتها، ففي العام 2010 فازت الدكتورة سندي بجائزة مكة للتميز العلمي من قبل خالد بن فيصل آل سعود، كما منحتها مؤسسة ناشونال جيوغرافيك لقب المستكشفة الصاعدة في عام 2011، بالإضافة إلى تصنيفها من قبل مجلة نيوزويك ضمن قائمة أكثر 150 امرأة مؤثرة في العالم في العام 2012. وفي الأول من أكتوبر عام 2012 عينت الدكتورة سندي من قبل رئيسة منظمة اليونسكو كأول سفيرة للنوايا الحسنة للعلوم لجهودها في تشجيع تعليم العلوم في الشرق الأوسط،
وخصوصاً للفتيات، وتم تصنيفها من قبل مجلة Arabian Press في المركز 19 ضمن قائمة التخصصات العربية الأكثر تأثيراً في العالم العربي، وفي المركز 9 ضمن قائمة السيدات العربيات الأكثر تأثيراً، واختيرت من قبل المؤتمر الوطني للعلوم في أمريكا في عامي 2012 و2013 كأفضل 50 عالم لتشجيع العلوم لدى الشباب، التي رشحها لهذا المنصب جامعة هارفارد. وقد أنشأت حياة ساندي مشروع التشخيص للجميع، وهو عبارة عن تقنية حديثة تم تطويرها في جامعة هارفارد لتختزل مختبرات التحليل في جهاز بحجم بصمة اليد مصنوع من الورق، يمكن للشخص العادي أن يستخدمه لإجراء التحليل في أي وقت وقراءة النتيجة مباشرة لتشخيص الحالة المرضية أو عرضها على المتخصص دون الحاجة لزيارة المعمل. درست في بداية حياتها الجامعية في دورة تعليم اللغة العربية لموظفي البنوك لتغطية تكاليف الدراسة، والمجس المخترع هو متعدد الاستخدامات، ابتكرته لترفع من معدلات دقة القياس بالإضافة لصغر حجمه، وكمثال فإن قياسه لاستعداد الجينات للإصابة بمرض السكري يصل إلى دقة 99.1% بعد أن كانت لا تتعدى 24 بالمجسات الأخرى، والذي يمكنه أيضاً تحديد الدواء اللازم للإنسان، واعتمدته ناسا رسمياً في أبحاثها ورحلاتها، وقد ابتكرته حياة ساندي قبل إتمامها لأطروحة الدكتوراه. وقد دعتها وكالة ناسا للعمل فيها في السنة الثانية من إعدادها لأطروحة الدكتوراه. منحتها الكلية الملكية البريطانية العضوية الفخرية تقديراً لجهودها واهتماماتها واختراعاتها. وقد دعيت 4 مرات للمشاركة في مركز وايزمان الإسرائيلي في تل أبيب، وقد رفضت ذلك لأنها تدرك خطورة التطبيع في البحث العلمي مع الكيان الإسرائيلي. وقد عملت على مشروع تأهيل الأطفال من مختلف دول العالم للتفكير والتحليل المبكر مع شركات أجنبية، وقد تم اختيارها في العام 2009 من قبل منظمة تيك بوب، وهي منظمة مستقلة ضمن أفضل 15 عالماً من مختلف المجالات، وقد تم اختيارهم عن طريق أبحاثهم وابتكاراتهم. أما هوايات حياة ساندي فهي تهوى الحياة الاجتماعية والرياضة وركوب الخيل، وتحب السفر وتتذوق الفنون وتهتم بالتراث، وهذا يتضح جلياً في منزلها في بريطانيا. وتختصر حياة ساندي نجاحها في كلمتين: الإخلاص والجدية. إلى ثورة أنثى الأسبوع المقبل بإذن الله. تقبلوا تحيات محدثتكم إسلام جحا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.